حياكم الله مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الحلقة ما قبل الأخيرة والثالثة من سلسلة حلقاتنا في برنامج وفي رواية أخرى مع ضيفنا الكريم وضيفكم السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني الأسبق ورئيس حزب الأمة القومية السوداني. مرحبا بك سيد صادق المهدي مرة أخرى. السلام يا أخي. عليك السلام. في الحلقة الماضية كنا قد توقفنا عند تقييمك لفترة حكم الفريق إبراهيم عبود ما سمي بالديكتاتورية الأولى بعد الاستقلال التي استمرت من 58 إلى 64 أي 6 سنوات من الحكم الديكتاتوري العسكري للسودان. هذه الفترة انتهت فجأة بثورة شعبية قامت على النظام العسكري في السودان في أكتوبر عام 64، ثورة معروفة جدا في السودان. قيل أو قيمت تلك الثورة بأنها أول ثورة عربية شعبية تلقائية تقوم ضد نظام ديكتاتوري متمكن حاكم مسيطر على البلاد، هل صحيح هذا؟ وكيف حدث أن وصلت إلى هذه النقطة تلك الثورة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن الانقلاب الأول الذي كان أشبه بتسليم وتسلم قد اكتسب نوعا من الشرعية الشعبية بتأييد السيدين الإمام عبد الرحمن والسيد علي المرغني لهذا التسليم والتسلم، فكانت كأنما عنده حصانة شعبية. ولكن أنا أعتقد أن الشخص الذي دق أول مسمار في نعش هذا النظام الإمام الصديق، لأنه منذ البداية رفضه، وبعد ذلك صار يعبئ الشعب ضده. هذه التعبئة استمرت، واصلها الإمام الهادي بعده، واصلتها كل القوى السياسية. ومنذ الأول أنا تم اختياري أمين عام للجبهة القومية المتحدة التي تجمع كل هذه القوى، وظللنا نعبئ الشعب بكل الوسائل وفي كل المناسبات ضد النظام. ما في شك أن القوى التي قامت بدور مهم ضده كانت الحركة الطالبية الطلبة في جامعة الخرطوم بصفة خاصة. هؤلاء كان هناك وعي سياسي في أوساط الطلبة السودانيين حينها في تلك الفترة؟ نعم، الواقع أن جامعة الخرطوم والجامعات السودانية هي يمكن أن تعتبر أكبر وأهم مدارس لتخريج الكوادر السياسية، فيها تنشط كل الأحزاب السياسية خصوصا الأحزاب على طرفي المعادلة الفكرية، الإخوانيين أو الإسلاميين والشيوعيين، من اليمين إلى اليسار. نعم، وما بينهما من قوى في الوسط. المهم، لا شك أن الشيء الذي أشعل الفتيل، التعبئة كانت مستمرة كما قلت لك، لكن الذي أشعل الفتيل أنا كنت قد كتبت، لأنه كما رويت لك أن سياسات النظام في الجنوب عبأت موقف مضاد في الجنوب، وموقف تبنته الكنيسة وإسرائيل، وبالصورة دي صار في نشاط كبير خارجي، وتكونت حركة سميت حركة أنيانيا، اللي هي حركة السامة، الحشرة السامة، مركزة على الجنوب. المهم، عندما طرد القساوسة الأجانب في عام 63، أنا كتبت كتاب في عام 64، أنا كتبت كتاب سميته، وهذا موجود الكتاب، مسألة جنوب السودان.
أيوة. وفي هذه المسألة أنا قلت القضية ليست قضية أمنية، القضية قضية فكرية سياسية اقتصادية اجتماعية دينية إلى آخره، قضية احتواء الجنوب وحل مشكلته. نعم. عندما كتبت هذا الكتاب وهو فيه معارضة للنظام وخط النظام، أرسل لي وزير الداخلية وقال لي القرار كان أن تعتقل، ولكن أنا مش هعتقلك، أنا هأنبهك بس. وأنا قلت له على حال هذا رأيي وسأواصل الكلام. الذي قلته فيه في هذا الكتيب هو أنه أنا أرى أن توجد حرية لكي نبحث القضية هذه وتحل القضية بفهم سياسي مش بفهم أمني. هذا الكلام في أبريل 1964. طلبة جامعة الخرطوم دعوا إلى ندوة لبحث قضية الجنوب. في هذه الندوة استضافوا الدكتور المرحوم حسن الترابي. الدكتور حسن الترابي مشى إلى هذه الندوة وقال فيها كلام يشبه الكلام الذي قلته، وهو مشكلة الجنوب تحل سياسيا، لابد من الحرية لبحث هذه المسألة. هذه الندوة لم يتعرض لها الأمن، ولكن بعد ذلك الطلبة عقدوا في داخلياتهم ندوة أخرى فيها صاروا يبحثون هذا المعنى. وزارة الداخلية قررت أن تمنع هذا الاجتماع وفضوا لقاء الطلبة بالقوة. مات داخل الجامعة، داخل الحرم الجامعي، داخل الحرم الجامعي وداخل الداخليات حتى. كان تصرف غبي من مدير البوليس. المهم عندما حدث هذا قتل طالبان وجرح آخرون. تحرك القضاء السوداني. كان من أهم الشخصيات القيادية في هذا المرحوم عبد المجيد إمام، هو كان نائب المحكمة العليا السودانية، وآخرون القضاة والمحامون والطلبة وما كان موجود من نقابات دعوا إلى موكب. في هذا الموكب قرروا أو قالوا إنهم يريدون أن يسلموا مذكرة للسلطة لتحقق في أحداث الجامعة. وزارة الداخلية منعت هذا الموكب. عبد المجيد إمام الذي كان عنده سلطة في أمر الشرطة تصدى إلى هذا الموضوع. حصل تناقض ما بين سلطتين، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. هو كان ضد المنع، هو كان نفسه جزء من الموكب. نعم. القضاء كانوا جزء من الموكب، ولذلك لما منعوا، المهم الموكب ده أعلن الإضراب العام. الفريق إبراهيم عبود وهو مع أنه يعني كان يمثل حكما ديكتاتوريا عسكريا لكنه عاقل، أرسل لي شخصين، عوض عبد الرحمن صغير والطاهر عبد الرحمن المقبول رحمهم الله، عشان يقول ماذا تريدون. فأنا عفوا هنا استوقفك لحظة، بصفتك ماذا حينها؟ لأنك لم تكن إماما للأنصار حينها، لا ولا ولم تكن حتى رئيسا للحزب. لا، كنت الأمين العام للجبهة القومية المتحدة. نعم، ولكن حزبيا في حزبك لم تكن لا الأمين العام ولا الرئيس. لا، المهم هو أرسل لنا هذا. كان لما عندما أرسل لنا هذا كان هناك مركزان للقيادة المعارضة، نحن مركز سياسي في عمان وهنا مركز في الخرطوم في دار اتحاد دار أساتذة جامعة الخرطوم. لما أرسل لنا دولة الاثنين كانت فكرتهم أن يتفاهموا معنا مش مع جبهة الهيئات، محاولة لشق صف المعارضة لأنها شكلها كانت اتحدت يعني. تمام. أنا رأيت أنه لا، نحن عايزين الكلام معنا كقوى سياسية بها التكوين السياسي والتكوين النقابي. وافقوا على ذلك، ولذلك بدأت المحادثات التي أدت. الرئيس المرحوم إبراهيم عبود كما قلت لك كان شخص عاقل، عندما رأى أن هناك إضرابات
ومظاهرات وهذه المواقف ما أصر كما يفعل آخرون على ضرب هؤلاء بالقوة. نعم. قال أنا عايز أحاورهم، عشان كده أرسل هؤلاء. ولذلك بعد كده تم اتفاق على تصفية النظام العسكري واسترداد الديمقراطية. تولت السلطة بعد ذلك حكومة انتقالية برئاسة سر الختم الخليفة، صحيح؟ نعم. وشكلت حكومة، أنتم شاركتم في تلك الحكومة كحزب الأمة مع عدد من المكونات السياسية من شيوعيين إلى أخوان مسلمين، حزب الاتحاد أيضا. نعم. تحديات تلك المرحلة وكيف التمازج والتناسق بينكم كقوة مختلفة، مختلفة المشارب والخلفيات الأيديولوجية في حكومة واحدة، كيف كان العمل؟ أيوة، في هو المشكلة ما كانت في مشكلة، لأنه كنا كما عندما بدأت المفاوضات مع العسكريين عشان يسلموا السلطة، أنا كتبت ميثاق لثورة أكتوبر، سميناها بقت اسمها ثورة أكتوبر. وافق على هذه الميثاق كل القوى السياسية، يسار ويمين، وكلهم وقعوا عليها. وقامت الحكومة على أساس سر الختم الخليفة الله يرحمه جيء به كرئيس وزراء محايد، وكان في تمثيل للأحزاب وما في مشكلة. المشكلة نشأت لما بعض الشيوعيين وجدوا أن وزنهم في الحكومة أكبر مما يمكن أن يكون وزنهم في الشارع، فحاولوا أن تجري أن تعطل الانتخابات، لأن فكرة الميثاق أن تجرى الانتخابات بعد عام، إذن يكون عمر الحكومة الانتقالية عام واحد. عندما حدث هذا الموقف من الشيوعيين، نحن والذين كانوا يحرصون على تنفيذ الميثاق اعترضنا، وكان ضروري جدا أن نبعد هذا التآمر على الميثاق من قبل الشيوعيين. التآمر أخذ شكلين. الشكل الأول صاروا يقولون ينبغي أن نحاكم إبراهيم عبود. هو بقي في البلاد، لم يغادر. ما غادر. كنا نحن أديناه الأمان أنه إذا سلم السلطة بالطريقة دي نحن يعني نقول عفى الله عما سلف، ويستمر هو بشكل ما إلى أن ينتهي العام. فالشيوعيين وآخرين قالوا لا، يجب أن يحاكم. اختلفنا في هذه، وفي رأيي ده كان خلاف بيننا وبين الشيوعيين. الخلاف الثاني، احنا كنا حريصين على ان يستمر الحكم الانتقالي لمدة عام واحد. هم كانوا عايزين يؤجلوا الانتخابات حتى يستمر الحكم الانتقالي ويستمتعوا بالسلطة اطول فترة ممكنة، لانه عارفين انه تمثيلهم الشعبي اقل بكثير من تمثيلهم في الحكومة. تمام. ما كانش عندنا آلية لتغيير الحكم، يعني كانت الفكرة يعني متفق عليها في الميثاق. فأنا تحركت بالطريقة الآتية، مشيت للسيد سر الختم خليفة وقلت له يا أخي إذا استمريت بهذه الحكومة للآخر وصارت هذه الفتنة هتقع فتنة في الشارع، أنا أقترح أنك تقدم استقالتك. وأنا أتفق مع، كان في ذلك الوقت رئاسة الدولة عند حاجة اسمها مجلس السيادة، يمثل قوى سياسية مختلفة بدون شخصية على رأسه أو مجموعة من شخص، عندهم رئاسة دورية. نعم. كل شهر واحد فيهم يكون رئيس. فأنا هو وافق، رحت أنا لرأس الدولة. في ذلك الوقت كان الدكتور التجاني الماحي، وهو كان بيمثل جهة مستقلة مش حزبي، وشرحت له الموقف، قال أنا موافق سر الختم يقدم استقالته ونعيد تعيينه عشان يكون حكومة جديدة. وده اللي حصل، كون حكومة جديدة ما فيهاش التمثيل غير المتوازن. هل هي الحكومة التي استلم رئاستها محمد أحمد محجوب؟ لا، استمر سر الختم. حزبكم بقي هو نفسه في نفس المنصب ولكن بشكل جديد. نعم، بشكل جديد، في تكوين جديد يلتزم بتنفيذ الميثاق. ومتى أتى محمد أحمد المحجوب القيادي في حزب الأمة ليصبح رئيسا للوزراء؟ هذا بعد الانتخابات.
بعد الانتخابات. أيوة ما هي كان يعني هذا كله في أشهر قليلة، لأنه أصلا الثورة في أكتوبر 64، هو وصل عام 65 في أي شهر تقريبا؟ نعم، هو ما هو طوالي بعد ما انتهت أصلا، كان عمر الفترة الانتقالية سنة. سنة. وكانت الفكرة أن السر الختم والحكم الانتقالي يسلم لحكومة جديدة منتخبة. فعندما تم انتخاب الحكومة الجديدة جاءت تشكيلة جديدة، نحن حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي الذي كان هو الحزب الآخر كوننا الحكومة الائتلافية، وجاء السيد محمد أحمد محجوب رئيسا للوزراء، والسيد إسماعيل الأسهري رئيسا لمجلس السيادة. يعني أعيد تكوين مجلس السيادة برئاسة السيد إسماعيل الأسهري. هنا مش دورية، هنا إسماعيل الأسهري لكن معه أربعة آخرين، ولكن هو على رأسهم، وهو مع رأسهم، ومحمد أحمد محجوب هنا. هناك حيثية هنا أود أن تشرحها لي إذا سمحت سيد صادق المهدي. في عام في نوفمبر 64 انتخبت رئيسا لحزب الأمة، صحيح؟ نعم. وحدث تسلم محمد أحمد محجوب اللي هو قيادي في حزبكم عام 65. ألم يكن من المنطق أن تكون أنت رئيس الوزراء حينها باعتبارك رئيسا للحزب وليس قياديا فقط مثله؟ أنا عندما كنت في ذلك الوقت كان عمري دون 30، والدستور يرى أو يقر يعني الدستور ينص على أن لا يمكن لأحد أن يكون نائب في البرلمان ما لم يكن عمره 30 عام. فأنا كنت رئيس حزب الأمة مع أنه أسرتي كانت ضد أني أنا أكون رئيس حزب الأمة، ولكن لما جمعنا مجلس تأسيسي لحزب الأمة وجاء التوصية من مجلس الإمام الذي في وقت كان حزب الأمة غير موجود، أنه نريد أن نعيد تكوين حزب الأمة، واقترحوا رئاسة السيد محمد أحمد محجوب. القاعدة قالت لا يمكن، هو كل اللي حصل ده قام به فلان أنا، فكيف نحن شخص زي السيد محمد أحمد محجوب غاب من العمل السياسي وانصرف للعمل المهني، والشخص اللي قام بهذا العمل كله لا نكافئه، ينتخب الصادق. فانتخبت أنا دون 30. انتخبت رئيسا للحزب. رئيسا للحزب. ولكن كرئيس وزراء مستحيل، أن الدستور يمنعك من ذلك. أول شيء لازم أكون نائب في البرلمان، ولازم أكون سني 30. ثم ولذلك ما كان في مشكلة، سيد محمد أحمد محجوب صار رئيس الوزراء وأنا رئيس حزب الأمة، وما كنت حتى نائب في البرلمان. نعم. ومتى حدث أن أصبحت، لأنك في 66 توليت رئاسة الوزراء، هل لأنك بلغت السلة القانونية؟ نعم، أنا في سنة 5 و يعني في ديسمبر في آخر سنة 65 بلغت 30. نعم. ولذلك بقى ممكن أبقى نائب في البرلمان، صرت نائب في البرلمان. ولكن عندما صرت نائب في البرلمان ما حصل تلقائيا أن صرت رئيس وزراء أبدا. في اللي حصل بين السيد محمد أحمد محجوب والهيئة البرلمانية لحزب الأمة حتى قبل دخولي البرلمان نشأت مشكلة، وكان على حزب الأمة أن يواجه هذا الظرف، وهو أن النواب صاروا سحبوا الثقة من رئيس الوزراء، وكان في تفكير مين يكون رئيس وزراء. ففي فكرة كانت السيد عبد الله نقد الله والسيد محمد إبراهيم خليل، كانت هذه هي الأفكار. ولكن لم ينفذ هذا. لكن اللي جاء الذي أدى إلى مشكلة هو أن السيد محمد أحمد محجوب عندما اختلف معه النواب الهيئة البرلمانية لحزب الأمة قال أنا ما مسؤول لكم، أنا مسؤول للإمام. نعم. ولذلك إذا في مساءلة يسألني الإمام مش الهيئة البرلمانية. أنا طبعا في كرئيس لحزب الأمة أبرزت منشور كان أصدره الإمام عبد الرحمن، وهو أن الإمام لا يتدخل في نقض قرارات حزب الأمة كمؤسسة،
ده جاب خلاف انقسم حزب الأمة، لأنه السيد الإمام الهادي قبل منطق السيد محمد أحمد معجوب أنه المساءلة لا تكون للهيئة البرلمانية، تكون له هو. نعم، يعني المساءلة من فوق وليس من تحت. نعم، حصل الانقسام، ونتيجة لهذا الانقسام الهيئة البرلمانية انقسمت 60% معي و40% مع جماعة الإمام. وهذا ما هيأ لك الظروف لتستلم رئاسة الوزراء. بالضبط. طيب، هذه قراءتك ونحترمها طبعا، وهذا ما تقول. هناك من النقاد من يقول أنك كنت يعني غير قادر على الانتظار طويلا لتصبح رئيسا للوزراء، وأنك كنت ذا رغبة جامحة في الوصول إلى السلطة وأنت صغير السن، لدرجة يعني حتى قيل أنك كنت متهورا شيئا ما ومتسرعا للوصول إلى هذا المنصب، وضغطت على كل من تحت إطارتك سياسيا وداخل الأنصار ليجمعوا على تنصيبك رئيسا للوزراء بدل سيد محمد أحمد. أيوة، دي طبعا قراءة الأعداء، لكن أقول لك الحقيقة، أنا ما توليت منصب سعيت له أصلا. أصلا كل المناصب التي توليتها توليتها رغم أنفي. يعني لم تكن لديك رغبة في السلطة؟ أقول لك، أنا ما كنت شاعر بأنه ما آن الأوان، عشان أنا أولا رئاسة حزب الأمة، أنا ما كنت ساعي لأن أكون رئيس حزب الأمة. صحيح كنت نشيط وقائم، وأنا عندما قالت أسرتنا نقدم السيد محمد أحمد مهيوب ليصير رئيس حزب الأمة، أنا ما اعترض، يعني كان ممكن أعترض، أنا ما اعترض. الذي حدث هو أن القاعدة هي اللي عملت انقلاب ديمقراطي، أنه لا، نحن لا نوافق على أن يأتي شخص غير فلان صرت رئيسا لحزب الأمة. بعد أن صرت عضوا في البرلمان بقى مين يكون رئيس الحكومة؟ أنا برضو يعني أنا شخصيا كنت يعني غير موافق على أنه أكون أنا، وتحدثت مع السيد محمد إبراهيم خليل وتحدثت مع السيد عبد الله نقد الله. ولكن الذي حدث، قال لي الأخ وهو زميل لي ودكتور عمر نور الدايم مرحوم، يا أخي نحن بنفوذنا وقدراتنا نعمل على اختيار النواب، ونأتي بنواب، الناس اللي بنأتي بهم ما مسائلين للقاعدة، نحن القيادة الحزبية هي اللي بيجيبهم. أنا لا أرى في مصلحة في أنك أنت تكون محجوب عن هذا الأمر، يجب أن تتولى هذا الأمر، لأنك أنت اللي عملت الدعاية الانتخابية، أنا اللي قدت الانتخابات وقدت يعني العمل السياسي والجهود كلها كنت تقوم بها. نعم، تقوم. نعم، بها أنت منفردا. نعم، ومش منفرد، لكن يعني قدت المرسلة، وكنا عملنا يعني مؤتمر لحزب الأمة، وتبنينا حاجة سميناها نحو آفاق جديدة، برنامج نحو آفاق جديدة. يعني أنت أنا وهو وغير من الزملاء الشباب قمنا نحن بالتعبئة والعمل والنشاط، وجئنا بالكتلة البرلمانية لحزب الأمة نحن. فقال لي إحنا بنجيب الكتلة البرلمانية وبعدين بنجيب وزراء حقيقة برا الشبكة. نعم. ما مسائلين، ده موضوع ما ممكن، وده معناه احنا كأننا بنخون الناس، لأننا بنقدم لهم عروض وتعبئة وإحنا ما مسؤولين عن تنفيذها. طيب، إن سألتك سيد الصادق المهدي الآن بعد قرابة 50 سنة من هذا الكلام أو أكثر، يعني في حالة مساءلة لنفسك ويعني مناقشة لهذا الموضوع، هل ترى أنه كان في صالح الحزب والدولة أن تستلم العائلة المهدية قيادة الحزب ورئاسة الوزراء متى ما وصل حزب الأمة إلى السلطة، أم أنه كان فيها يعني انتقاص من الديمقراطية شيئا ما أن يربط الحزب دائما بالعائلة المهدية؟ يعني هو كان تشخيص وتجيل لهذا الحزب لصالح العائلة فقط. تمام. الحزب هو العائلة والعائلة هي الحزب. تمام، ده لو كان هذا الكلام، العائلة كانت لا تريدني أن أكون رئيس حزب الأمة ولا رئيس الوزراء. لا، أنا قلتك بمعزل عن كوني العائلة لا تريد والقاعدة تريدك، الآن بعد مراجعة بعد سنوات طويلة، هل ترى أنه كان في صالح الحزب والدولة أن تكون العائلة هي المسيطرة؟ ما هي ما العائلة المسيطرة؟ حتى الآن عائلة المهدي مثلا لا تقف الآن كعائلة مع حزب الأمة.
في من عائلة المهدي من مع الحكومة الآن وأحزاب تانية. ده قصدي بالعائلة المسيطرة على الحزب، أنه رئيس الحزب والكلمة الفصل في الحزب تكون دائما لشخص من عائلة المهدي. لا، ما أنا داير أقول لك العائلة كعائلة ما عندهاش دور في حزب الأمة، ما في. ما أنا بقول لك لازم يفهموا، مش زي النظام في مثلا الموجود في لبنان. في لبنان في هذا تكوينات طائفية وتوارث ماروني والدرزي ولا غيره للرئاسة. احنا ما عندنا كلام زي ده. الحاصل انه أسرة المهدي كأسرة عندما رشحت شخص لرئاسة الحزب الأمة رشحت شخص غيري، وانا دخلت رئاسة الحزب بتمرد من القاعدة. مفهوم. وحتى لما انت سميته انقلاب ديمقراطي. نعم. حتى لما جاء الموضوع بتاع رئاسة الوزراء، السيد محمد المهجوب هو الذي تبنى فكرة أن يكون الإمام الذي يقرر من يكون الرئيس. نعم. إحنا كان رأينا لا، ما يكون الإمام من يقرر من يكون الرئيس. الهيئة البرلمانية المنتخبة هي التي تقرر من يكون الرئيس. مفهوم. طيب احنا الآن اقتربنا شيئا من نهاية الجزء الأول من الحلقة، ولكن في هذا السياق أود أن أسألك سؤالا باختصار حتى ننتقل إلى السياق المقبل. هو أن رئاستك للحكومة لم تدم طويلا، يعني أقل من سنة. في مايو 67 خرجت من رئاسة الوزراء لتعود إلى السيد محمد أحمد محجوب الذي كان قبلك رئيس الوزراء من نفس الحزب. السؤال هو الآن لماذا حدث هذا؟ وهناك اتهامات وجهت لك حينها أنك كنت كرئيس وزراء شاب في 30 من عمرك متعنتا جدا، خصوصا مع حلفائك السياسيين داخل نفس الحكومة، خصوصا الحزب الوطني الاتحادي. يعني كنت تعرقل العمل هكذا قيل، متفردا بالقرار في الحكومة. أقول لك الحصل إيه. أنا كنت حسب قراءة كل الصحف المستقلة آخر لحظة والرأي العام كلها أجمعت على أنه هذا أنجح رئيس وزراء جاء للسودان. واحد. اثنين، أنا أدخلت أشياء جديدة في الحكم. قال لي الوزراء الذين سبقوني، زمان كنا نحن لما يجينا في مجلس الوزراء الميزانية تأتي من الخدمة المدنية ونحن نبصم عليها. أنا غيرت، حولت الميزانية إلى أداة سياسية. كذلك أنا نقلت الحكم من حكم بيروقراطي في العاصمة إلى طفت السودان مرتين. يعني أنا عملت إجراءات أساسية. بقى صار هناك كلام على أن هذا الشاب سيصبح رئيس السودان بالانتخاب، مش بأسرته ولا كيام سيدة. هذا كله ولا، والسودان ليس له رئيس، هناك مجلس سيادة فقط. مجلس سيادة، لكن الفكرة كانت أنه سيوضع دستور. نعم. الحصل حصلت غيرة. الحرس القديم كله غار من هذا، ورأى أنه إذا كان أنا صرت في هذا الموضوع سوف أنقل الوزن السياسي كله إلى جيل جديد وهم حيمشوا المعاش. ولذلك الحرس القديم تآمر لإفشال تجربتي، لإسقاط الحكومة. ولما صوتوا رفعوا يعني طرحوا الثقة في حكومتي، كان الحكومة مع أنه كل الحرس القديم في الحزبين، في حزب الأمة وفي الحزب الاتحادي، وقفوا في صف واحد. مع ذلك الفرق، الحرس القديم حتى في حزبك الذي أنت ترأسه وقفوا على طرف النقيض منك. نعم. واللي حصل أنه هم تآمروا في رأيي، عشان حقيقة خافوا على أنهم أنا جئت بأفكار وآراء مختلفة وستضع هذا الجيل كله في المعاش. مفهوم. طرحوا الثقة في الحكومة. لما جاء التصويت، وده المحك، مع أنه أنا عندي عدد محدود من النواب، وقف معي من النواب من الأحزاب الأخرى الشباب والمستقلين، لدرجة الفرق بيني وبين السيد محمد أحمد محجوب في التصويت كان 8 أصوات. وهنا تحول استقطاب من حزبي إلى استقطاب جيلي، يعني مرحل، يعني ده اللي حصل. هنا الشباب تجمعوا ضد الحرس القديم، ده اللي حصل على اختلاف الأحزاب. نعم. أسقام بعض شعارات الحركة الثورة، في شعار مهم جدا، لا زعامة للقدامة.
دي كانت واحدة من الشعارات. ولذلك لما أنا جيت بهذه الأفكار اللي هي فيها نقل لجيل جديد، وفعلا أن الدينامية التي أدت إلى التغيير كانت من الطلبة ومن يعني كانت جيل جديد مفهوم. فالمعنى ده، المعنى بتاع هذه الثورة الشبابية، انعكس في سلوكي وقيادتي الجديدة. مفهوم. إذا سمحت، أنا مستمتع جدا بحديثك ولا أستطيع توقيفك، ولكن للأسف يعني هناك ضوابط للوقت، يجب أن أتوقف مع فاصل قصير. سنعود الحديث في نفس الموضوع حينما نعود بعد دقائق قليلة إذا سمحت لي. مشاهدينا الكرام، إذن فاصل قصير ونعود لاستكمال حديثنا مع السيد الصادق المهدي. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. سيد صادق المهدي، توقفنا عند تجربتك الأولى في رئاسة الوزراء التي لم تستمر سوى 10 أشهر، أقل من سنة، وقلت لأنك قمت بالكثير بشهادة أنصارك وحتى خصومك في بعض الحالات، بالكثير من الإصلاحات السياسية التي غار منها الجيل القديم والتي دعمها جيل الشباب. للأسف هذه التجربة الديمقراطية القصيرة لم تدم طويلا، لأنه مرة أخرى نعود إلى انقلاب عسكري جديد حدث في 25 من مايو عام 1969، هذه المرة بقيادة جعفر النميري الذي سيحكم البلاد كحاكم عسكري، يمكن أن نقول ديكتاتوري حسب التصنيفات أو المراقبين، لمدة 16 عاما. هل فوجئت بذلك الانقلاب؟ لأنك كنت تعيش في مرحلة، أنت والسودانيين كلهم طبعا، مرحلة انتقالية ديمقراطية واعدة، حركة سياسية بمختلف المشارب تعمل وتتنافس على السلطة والحكم بشكل ديمقراطي، فجأة يحدث انقلاب. الحكومة التي رأسها السيد محمد معجوب بعد الانتخابات في رأينا كانت حكومة متعثرة جدا، لأنها أولا جاءت نتيجة مؤامرة ضد التجربة التي قدتها، ثانيا لأنه أثناءها حصلت تقلبات كثيرة، منها حل الحزب الشيوعي. في أثناء هذه الحكومة حصلت مشكلة نتيجة لأنه أحد الطلبة الذين قيل أنهم شيوعيين قال كلام فيه طعن في السيدة عائشة رضي الله عنها. نتيجة لهذا الرأي العام الإسلامي خصوصا الإخواني عبوا عمل شعبي كبير جدا ضد الحزب الشيوعي، وكان الحزب الشيوعي نتيجة الليبرالية اللي كانت موجودة بعد ثورة التغيير التي حدثت، كان الحزب الشيوعي عنده نواب في البرلمان، فبقى في يعني مطلب شعبي قادته عناصر من الإسلاموية ضد الحزب الشيوعي، والمطالبة بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان. هل الحزب كان مشارك في ائتلاف حكومي أو فقط وجود في البرلمان؟ لا، برلمان. المهم هذه المظاهرة انطلقت وذهبت إلى السيد إسماعيل الأزهري وهو رأس الدولة في ذلك الوقت، وكانت هذه المجموعة نداء واحد، المطالبة بحل الحزب الشيوعي وطرد نواب الحزب الشيوعي. السيد إسماعيل الأزهري كان متضايق جدا من الوجود الشيوعي لأسباب كثيرة، ولكن أهم أن دائرة الانتخاب التي كان ينتخب فيها، دائرة أمدرمان الجنوبية، فاز فيها أمين عام الحزب الشيوعي السيد عبد الخالق محجوب الله يرحمه، وسقط مرشح الحزب الاتحادي، وشعر بأن هذه الجهة صار لها خطر على مستقبل الحزب. وطبعا كذلك هو يعني استجاب لنداء هذه المظاهرة، ربما وجدها فرصة يعني. المهم لأسبابه المختلفة قال كلمة عبأت الناس: أنا كرأس الدولة أعطي الحكومة أسبوع، إما تحل الحزب الشيوعي وتطرد نوابه من البرلمان، أو أنا سأنضم إليكم في المظاهرات. هذا رأس الدولة. رأس الدولة.
ده عمل تعبئة قوية جدا اللي في الأحزاب كلها بما فيها حزب الأمة وحزب كل الأحزاب ما عدا الشيوعيين طبعا. كذلك كان في مؤكد بعض الكوادر السياسية الناصرية خصوصا داخل القوات المسلحة. في رأيي وطبعا هذا الأثر اللي آتي لنا من الشمال فكرة الضباط الأحرار والذي يقوم به الضباط الأحرار فكرة، ولكن يبدو يعني احنا نتحدث عن عام 69 تلك الهالة لعبد الناصر والضباط الأحرار وانقلاب يعني ربما تبخرت بعد هزيمة 67 وكل يعني ذلك. لا كان موجود في ضباط ناصريين في القوات المسلحة السودانية. المهم هؤلاء يعني كان في مثلا السيد رئيس القضاء السيد بابكر عوض الله هو ناصري وكان يؤيد هذه الأفكار والاتجاهات. المهم ده اللي أدى إلى مجموعة ضباط فكروا في أنهم كضباط أحرار، شوف اللغة ذاتها هي لغة ما حدث في مصر، كضباط أحرار يحدث تغيير، وهذا التغيير بقيادة جعفر نميري، مع أن جعفر نميري لم يكن شيوعيا ولكن كان ضابطا ذا شعبية، ولكن رفعوا شعارات شيوعية. انقلاب النميري في البداية نعم رفع شعارات شيوعية، بالتنسيق مع الحزب الشيوعي. انقلاب حصل طبعا بالتأكيد. الحزب الشيوعي كحزب في رأيي ما أخذ قرار زي ده، لكن في منشقين داخل الحزب الشيوعي وقفوا مع هذا التغيير. فإذا بقى عندنا شيوعيين أصلا عندهم غبينة لتصفية حسابات، ناصريين أصلهم عايزين انتماء للناصرية المصرية، ضباط عندهم طموح ما عندهم أفكار سياسية معينة، ولكن تقاطعت كل هذه المصالح لتشكل انقلاب عام 69، انقلاب 69 وكانت شعارات هذا الانقلاب حقيقة مستقاة من برنامج الحزب الشيوعي. وهذا ربما ما يفسر التوجه اليساري القريب من الشيوعي لجعفر النميري في بداية سنوات حكمه. نعم صحيح؟ هو في حتى وإن كان هو شخصيا لم يؤمن بالتوجه الشيوعي. أيوة أبدا. هو أصلا في رأيي لم يكن عنده يعني انتماءات أيديولوجية، عسكري فقط. أيوة عسكري، لكن عنده طموح لحكم السودان، عنده هذا واضح، وما في شك عنده ميول يسارية، ولكن في تلك المرحلة ما كان هو عضو في الحزب الشيوعي مثلا ولا من هذا النوع. نحن لما وقع الانقلاب يعني طبعا صنفنا أعداء الشعب طوالي من أول يوم بمفاهيم المستمدة من المفاهيم. أنتم بالنسبة له وللشيوعيين والنصريين رمز التقليدية والكلاسيكية والرجعية ربما بالتعبيرات النصرية حين. نعم المهم نحن أعداء الشعب. وقع هذا الانقلاب وسموا نفسهم جمهورية شعبية، المفاهيم اللي جاية من شرق أوروبا، وهكذا إحنا بطبيعة الحال صرنا مخالفين لهم، وكانت بعض أفكارهم لأنه نحن أعلننا رفض النظام، كان بعض أفكارهم أنه أنا أقتل، وفعلا رسلوا واحد اسمه حسين بشيبة ده ضابط كان في القوات المسلحة يأتيني في البيت، وكان بيتصور أنه نحن طبعا مقاومين وأنه هو مستعد عشان يصفينا. من داخل المجموعة في سيد بابكر عوض الله اللي هو كان رأس الناصريين، وقام بإجراءات عشان يمنع أن هذا الموضوع يتطور إلى مسألة فيها دموية اغتيالات يعني. أيوة. المهم بعدها أنا رأيت أن أنضم الإمام الهادي في الجزيرة أبا عشان نحدد ماذا نفعل من هذه المصيبة، وفعلا ذهبت للجزيرة أبا. هناك اتفقنا على كيف نرتب معارضتنا لهذا النظام، ونحن هناك جاء نقض الله اللي هو كان وزير الداخلية
وقال أن الجماعة دي اللي اعتقلوه وبعدين أطلقوا سراحه وقالوا له نريد نعمل معكم حوار. من هؤلاء عفوا؟ من الذين اعتقلوا وأطلقوا سراحه؟ الحكومة الجديدة الانقلابية. مفهوم مفهوم. فوافقوا هم على أنه يعني نحن وافقنا على أنه نبني معهم حوار. وجاني أحد أصحابي وكان ضابط في القوات المسلحة, هو غير شيوعي لكن كان ضابط في القوات المسلحة, اللي هو الفاتح عبد الرحمن عبدون. فجاء وقال وزير الداخلية قال له أمشي تكلم معنا في جزيرة أبا وأدي فلان الأمان أن يأتي لهذا الحوار. اللي هو أنت؟ اللي هو أنا. وأنا جيت إلى الخرطوم بضمان وأمان ألتقي مع نميري عشان الحوار. وفعلا التقيت مع نميري. قلت لنميري في أي سنة الكلام هذا كان؟ ده 69. يعني بعيد أشهر ربما. أيوة نعم. في نفس الأيام يعني الانقلاب لسه طازة. فقلت له يا أخي أنتوا ما ممكن تتوقعون أن أيدي الانقلاب ده. أنتوا في الانقلاب ده رفعتوا شعارات حزب أقلية في السودان. فإذا كنتوا عايزين يعني تعملوا ثورة قومية, ثورة وطنية, لكن ما ممكن تعملوا ثورة شيوعية وتتوقعوا من السودانيين يسكتوا. ما بنسكت. طيب قال لي ماذا نفعل عشان نحول هذه الثورة من ثورة بشعارات شيوعية إلى ثورة بشعارات وطنية. أديته مشروع أنه هذا هو المشروع اللي ممكن أنت لو تبنيته. وافق على النقاط التي طرحتها. أيوة نعم نعم. لكن قال لي طبعا أنا عندي زملاء. مشى لزملائه اللي هم الشيوعيين. فمشى لهم فقالوا له يا فلان إحنا عملنا هذه الثورة عشان ننتظر فلان يضع لنا برنامجنا, ده موضوع غلط. نحن في رأينا مش بس توقف هذه المحادثات بل تنكر أنه في محادثات أصلا. وفعلا قاموا يصرحوا بهذا الكلام ونفى أنه التقى بك أصلا. ربما هو ما تكلم بعد كده, لكن الحصل أنه أنا جاني جوني بالليل يوم الثاني وقالوا لي عشان أمشي أواصل الحوار مع نميري. طبعا خدعوني يعني. فأنا مشيت عشان أواصل الحوار مع نميري يوم 4 يونيو بالليل. المفروض أمشي أنا أواصل الحوار مع نميري, ولكن وجدت نفسي معتقل في سكنات القوات المسلحة. وبكرة الصباح طيروني إلى منطقة اسمها جبيت, معتقل في جبيت بعد أن ونفوا أنه في أي حوار, مع أنه كان قد أعطاك الأمان في البداية حينما دعا الأمان, وأنه هو حتى وافق. وهو ده اللي بيثبت لي أنه نميري نفسه ما كان أيديولوجيا شيوعي. ما يؤكده أيضا هذا الكلام أنه حينما التقيت به وطرحت عليه مشاريعك وخططك ليغير منحى هذا الانقلاب وافق عليها وشخصيا ما عنده مشكلة. أيوة زملاء الشيوعيين اللي رفضوا. أيوة نعم. هو قال هو يعني أنا قلت له أنتوا كيف تتوقعوا أن نحن القوى السياسية والوطنية والمدنية والإسلامية توافق على هذه الشعارات الشيوعية؟ يعني لهذه الدرجة هو أنه الرحلة التي تأتي تأخذه معها. يعني حينما جاء الشيوعيون أقنعوه وحينما أتيت أنت أقنعته, ربما كان الغاية بالنسبة له هو السلطة فقط بأي أيديولوجيا وأي فكرة. أنا رأيي كل العسكريين اللي حكموا السودان للأسف في رأيي هم عندهم يعني تسخير من قوى سياسية, مش هم مؤلفين الانقلاب ولا مؤلفين الفكرة. المهم حتى هذا النظام الحالي. المهم أنا اعتقلت. بعد أن اعتقلت رأوا أنه الاعتقال ده سيجيب لي شعبية, ففكروا في أنه لازم يعملوا لي ما يمكن أن يسمى يعملوا لي يعني مقلب. كيف يكون؟ فكروا في حاجة سموها المؤامرة العنصرية, أنه أنا كنت متفق مع بعض الناس عشان نعمل عمل مسلح مضاد وسموه المؤامرة العنصرية,
وأعلن وزير الداخلية اللي هو لداني الأمان لما أنا المفروض جاي، وزير الداخلية قال أنه فلان ده اكتشفنا أنه أرسل له الأمريكان، أرسلوا له الأمريكان مسدس في شكل قلم، وأنه يستخدم هذا المسدس في شكل قلم عشان يقتل السيد بابكر عبد الله رئيس الوزراء. ده أنا اللي متهم بذلك. وأعمل مؤتمر صحفي وقال أنه فلان ده سنحاكمه ونعدمه بناء على تهمة غير موجودة أصلا، كلها كله كلام ملفق فبركة. أيوة. المهم في رأيي ها هنا نقلوني بالسيارات من جبيت وهي منطقة في شرق السودان إلى بورسودان بالعربات. النقلة دي إلى حاجة اسمها السجن الأسود، ده مسمينه السجن الأسود ليه؟ لأنه بيسموه يعني السجن لعتاة المجرمين، الشمس لا يعني حوائطه عالية جدا وغليظة جدا بحيث أنه الناس لا يروا الشمس في هذا. فأرسلوني هناك ريس ما يجري التحقيق، وطبعا وزير الداخلية قبل التحقيق أعلن أنه أنا مدان وسيعدم، لا داعي للتحقيق أصلا يعني. ما هو طبعا ما لكن ألعيب. المهم أنا فهمت أنهم أدوا تعليمات للضباط اللي ساقوني من جبيت إلى بورسودان أنه أنا في الطريق يفتعلوا مشكلة معي ويضربوني على أساس أنه حاولت أهرب وقتلوني. التعليمات وصلت بعد ما وصلنا، وصلت متأخرة. هل في اعتقادك تلك التعليمات كانت لاغتيالك ربما؟ يعني الضرب قد يؤدي إلى القتل أو ربما لا حتى الاغتيال. اغتيال المهم وأنا في هناك طبعا هذا أنا هناك يعني ظهر لهم أنه كلام فارغ وأنه الموقف ده غير صحيح. المهم نقلوني من بورسودان إلى شندي، أنا عملوا بي معي سياحة سجنية فمن كوبر إلى بورسودان إلى شندي. أنا كان مسؤولية حفظي في شندي مش لجهة عسكرية جهة يعني شرطة، وإنما لجهة عسكرية. قائد القيادة الشمالية في ذلك الوقت كان شخص اسمه تاج السير مصطفى، هذا رجل خلوق ومؤدب ومؤمن، عسكري وليس أمني، عسكري. وكان بيتعامل معي معاملة طيبة جدا، وكان بيطلعني على تقارير الأمن، وتقارير الأمن كانت يعني ما معناها لا بد أن نصفي الإماء الجزيرة أبا كلها. أنا في شندي أرسلت لعمي نميري، كان بيطوف على المدن وكان يطوف على منطقة النيل الأبيض، فأنا كتبت لعمي نميري حيطوف على منطقة النيل الأبيض، من فضلكم لا تصادموه، لأنه هو جاي بمفهوم حسب ما أنا قريت بمفهوم تصفية للوجود في جزيرة أبا. كل ما يحصل إذا زار الجزيرة أبا، لأنه في بعض الشباب قدموا له دعوة عشان يزور الجزيرة أبا، بس فقط بهدوء شديد أرفعوا شعارات لكن لا تستفزوه، يعني ما تستفزوه. المهم أنا ده كان رأيي. بالإضافة لده السيد صلاح عبد السلام عسكري كان من زملاء نميري، مش أتكلم مع نميري، والمدهش أنه نميري وافق يستثني زيارة الجزيرة أبا. فده على رأي الإمام قال كفى الله المؤمنين القتال، خلاص نحن ما نعمل حاجة. معاه جماعة إخوانيين قالوا لي لا، نميري حيثما هو نسمع صوتنا. والإخوانيين أيضا معارضين له باعتباره هو مدعوم شيوعيا بالتأكيد، يعني ضده. نعم. المهم ده تسلسل إلى أن قاموا بمجزرة الجزيرة أبا. لما قاموا بمجزرة الجزيرة أبا الإمام قرر أنه يهاجر. كمت فيها عفوا المجزرة، كم قتل فيها من الأنصار؟ عدد آلاف. آلاف أي ما في حد أحصاهم، لكن آلاف في الجزيرة أبا وفي ود نباوي، وده يعني هجوم
على ناس حتى ذلك الوقت ما عندهم سلاح، كانوا مدنيين ليس لديهم سلاح. نعم نعم. المهم أنا كنت في ذلك الوقت في شندي، في السجن، ما زلت في شندي. أيوة. رأوا أنه أنا لو موجود في السودان مع هذه الظروف ممكن أعمل شيء في داخل السجن أو أهرب حتى من السجن، ولذلك قرروا نفي لمصر باتفاق مع عبد الناصر. عام 70 الكلام هذا، عام 70. والمدهش نفوني أنا ومدير وأمين عام الحزب الشيوعي في نفس الطيارة. نعم. هنا نقطة مهمة، لأنه وصلنا لنهاية هذه الحلقة، ولكن لن أختم هذه الحلقة إلا بعد أن أسألك عن مصير الإمام الأنصار، عمكم الإمام الهادي المهدي، لأنه قتل في هذه بعيد الأحداث. نعم. عمي أعلن أولا، سلم راية بيضاء لأحد قادة الأنصار اسمه خالد محمد إبراهيم الله يرحمه، عشان يرفع الراية البيضاء عشان يوقف القتل في الأنصار. وقال أنا مهاجر وسأعود، وراح مهاجر نحو إثيوبيا. قبل ما يصلوا الحدود الإثيوبية جلسوا يعني يشربوا شاي ولا حاجة دي فترة، جو ناس شافوا المنظر ده افتكروهم مهربين، افتكروا هؤلاء الناس مهربين، فمشوا هذا على الحدود السودانية الإثيوبية. إثيوبية. ففي مدينة اسمها الكرموك، راحوا للشرطة هناك في مدينة الكرموك وقالوا لهم في مهربين قاعدين في قرب الحدود الإثيوبية، أرسلوا قوة عشان يعتقلوا هؤلاء، وحتى الآخر هم كانوا معتبرين دي المهربين. نعم. فجوا أحاطوا بهم، لما أحاطوا بهم لقوا ده الإمام. إيه اللي حصل؟ في ناس بيقولوا الإمام طلع مسدس. المهم أنا ما أعرف هو بالضبط اللي حصل إيه، لكن واحد من العساكر مش قائد القوة، قائد القوة ما كان هو المتصرف، واحد من العساكر ضرب الإمام في وركه. في الآخر اتضح أنه ده الإمام، فقاموا عزلوا الإمام ومعه خاله محمد أحمد مصطفى ومعه أحد يعني مرافقينه اسمه سيف الدين الناقي، عزلوا هؤلاء، لأنه سيف الدين الناقي ده كان عند الإمام جرح ضرب، كان وسدوا على وركه عشان يطببوا يعني. فبقى الثلاثة ديل عزلوهم في حتة والباقيين رجعوهم درمان، وقاموا سألوا حكومة نميري ماذا نفعل بالنسبة للإمام جريح ما أسعفوه، وقالوا جاءت التعليمات يصفوا الإمام وسيف الدين الناقي ومحمد أحمد مصطفى عشان ما في واحد فيهم ياخذ الخبر. صفوهم الثلاثة وقالوا ليهم يدفنوهم في محل غير معروفة. يصفوه وهو جريح، وهو جريح. نعم. وهو جريح يعني يقتلوه ويقتلوا معه خاله ويقتلوا معه مرافق. المرافق سيف الدين الناقي، ويبعثوا يعني ويدفنوا في مكان غير معروف عشان ما يبقى يضيع خبرهم يعني. أيوة ده اللي حصل. يعني هذه كانت نهاية إمام الأنصار حينها. نعم. الإمام الهادي المهدي، وأنت في ذلك الوقت كنت في المنفى في مصر في أيام عبد الناصر، في آخر أيامه، لأنه وأنت في مصر توفي عبد الناصر عام 70. نعم. نتحدث عن هذا في الحلقة المقبلة إذا سمحت لي. شكرا جزيلا لك. ولقاؤنا إذن بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل لنواصل حديثنا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. حلقتنا تتجدد، أو استمرار حلقتنا يتجدد في الأسبوع المقبل في نفس الوقت من برنامج وفي رواية أخرى. شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم. كان معكم بدر الدين الصاعق.